شبابنا الاعزاء، اليوم عندنا اول حسون نزل من العش. احنا علينا نحجله والباقي هو بالمحميه، ما لنا شغله به. هذا اول حسون نزل بالمحميه. صلى على محمد وال محمد. اول فريخ حسون نزل بالمحميه وان شاء الله خير على الجميع. هذا الحساسين بس رجله ذيك من هناك ثاني محجله ما ادري. لا نشوف هاي محجله من ذيك الجهه. هذا يختلف عن الحساسين المخيه. شنو الفيلم بعد هذا ثوبه ما نشوف جناحه. هي اصفر بي. وش هاك بهاي الطيرة؟ اكو عندي طيرة رم شو اسمها تفاحية. عفوا من هين ما لا من حساسين عمي لو سادني لان امو هاته مقابلاتني. هاي وهذا هذا الفحل. مدلنا يا ربك. شوفوا هذا حسون، هذا الموسم نزل اول واحد. البقيه والله موتن بس عندنا بعد اكو وجبه مال الفرخات. هسه هذا اول واحد نزل من خواته والباقي فوق. اللي خوش مكان مكانك روح مكانك كلش حلو. هاي الطيره ناكل فحل لان امهاته يخافون عليه. وعندنا بعد وجبه صغيره بعد ما ادري تاكلين حيه. لا اكلت عندي مالات البوم. لاني مو قلت لكم هناك عندنا عيش مال بوم وحرامات مديد عليه. طلعت الحيه ما اكلتهم الدور ذنيته. هنا بنقالي هذاك عشه البنقالي. اما فرخاته بين ثلاثه تقريبا عرفتوا كلت الحيه. وانا الدور نسيت اجيبها من هذا شو اسمه هذا البذور. مو بذور هاي نبته الشيح. نسيت اجيب من هاي. شوفوا هاي نبته الشيح. نبته الشيح خبطت وياه من هذا انواع الحرمل. ماكو على مو تطرد الحيه شيء. وذنيتي بعد خواته فوق. خلنا نشوف هذا حساسين ذن الصغار. البقية هنا هذا واحد. شوفوا هذا الثاني بعد واحد. وينه هذا واحد بعدك واحد. هذا شيء 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 بعد واحد. وينك وينك هذول ثلاثة. وذني هنا شنو ذني فراخ صغار بعد حساسين. هاي طيرة شو شلون تاكل روحنا. هاي بنات هاي امها يعني بناتها. وداني بعد واحد زين ما ادري وين نازل ذاك وياه. شوفوا بالقاع هذا. هذا لا هذا الجوز هذا بالقاع. هذا حسون بعد. وينك حسون؟ المهم بعد واحد طاير مات ما شفته وين.
ذني وبعد عدي ذيك هناك ملكة ترجع تعشعش شو عافت فرخاتها. قلت لكم على مود ال الكناري كناري تارك وياهن واخذ مكانهن ذني هناك اساسي. المهم خل نجيب لهم شوية خيار خيار خبز خيار خلص هذا خبز لبناني وبيض والله. لا تدير بالي لا درت بالي الحسون ما يصير عندك بس انا البس اللي مالي شغل بيهين صار انا عندي وجبة وما اهتميت لها ذيك المرة ويموت من عدهين ما اهتم له. الحمد لله هسه على كل حال امهاته يتبعنا واحسن اكل يطلع يعني بس يطلع هو بعد ما عليه الشي الحسون. هاي طيرة وذاك في حالها وياها شوف شلون واقف هذا العنيسي الحسون هذا استوى طار من هناك من الشجرة. هذا واحد وذاك واحد برك هناك وهذا واحد بعد واحد ثاني ثلاثة طلعنا هنا. بس العجل مال الكناري عليه سير كبير ما اللي بعد رجله تغلط لا هذا الحجم مال الكناري هذا له مال فنجز راح نخلي له مال فنجز مال هذا اللي شوف الطيره وشوف الفحل رب الحلو شوف الطيره وين والفحل وين هاي الطيره انجليز والفحل سوبر. لعيونكم شباب هذا الحسون لعيونكم طير 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 لعيونكم. اكو عندي ناعش بعد ما انتبهت لفوق هنا بهي الجهة مال حساسين بعد ما ادري بيضيت له لا ما ادري ما انتبهت له. هذا واحد وهذا واحد بعد واحد ما شفته وين ما طول هو زين قام يطير معليش. هاي صورت على مود قلت لكم انا ما اصور فرخات بعد بالعشوش يوم ما يطلع حس هذا طلع بعد معليش راح ان شاء الله اصور لكم اياه هو عن قريب احسن. هذني هم عاد عندي هنا عشوش ذن حساسين اللي فوق هنا كلش ذاك والاخير حسون هناك بذيك الجهة هذا هنا حسون هاي تصوير بس على مود الحسون اراويكم الفرخات مراتين ان شاء الله الجايات اللي طلعن واحنا طيبين نصور لكم ياهين. ومع السلامة شبابنا الاعزاء ولا تنسونا باللايك والاشتراك واستمتعوا مع هذا المقطع.